معالي الوزير جبران باسيل، شو تعليقك على رفض نواب 14 أدار لخطتك حول الكهرباء؟ أول شيء تانكس على سؤالك، بعدين بدهم يسمحونا يعني ست تاتيانا كل شيء انفضح، يعني صارت مفضوحة القصة عن الآخر مثل ما بيقولوا. كيف يعني؟ يعني مثل ما شافوا الناس انه بمجرد ما طرحنا الخطه كل جماعه 14 اذار سانز اكسبسيون شرقتوا. لك ايه نعم شرقتوا وعملوا كونتاكت بالبلد بعد ما اشتغلوا على التوتر. كيف؟ لك شو بك اليوم دخلي كيف؟ ركزي نتفي ومش بس هيك يا ريت بس هيك كمان علقوا. شو علقوا؟ نو إذا بتريدي ما يروح فكرك لبعيد، علقوا على القطة وصار كل واحد يزلط شريطه بوجهي. إيه نعم وكهربوا الجو صراحة ستة تيانا 14 أذار عملوا ماس أخو شليتي. ما سرعتونا أنتوا وتقولوا إنه 14 أذار انطفوا، كيف رجعوا وقفوا بوجهكم؟ نانانا شو عم نلعب هون؟ هذه مقابلة جوستمون، هن انطفوا 14 أذار انطفوا، بس الحق على الحزب الاشتراكي هو مدلهم الاشتراك.